موظف الحكومة على مشارف حل لمشكلة انعدام المرتبات. 400 مليار ريال جديدة طبعت في روسيا وينتظر وصولها قريباً. البشارة جاءت في سياق تصريح لنائب محافظ البنك المركزي اليمني كمال جعفر، الذي أكد أن البنك المركزي من مقره في عدن سيقوم بتوزيع هذه المبالغ على بقية المحافظات، ما يعني نهاية قريبة لأزمة المرتبات المستفحلة التي وضعت أكثر من 15 مؤسسة حكومية تحت طائلة التهديد بالإغلاق، خصوصا وأن المؤسسة العامة للأسمنت التي تدير 3 مصانع باتت عاجزة عن صرف رواتب موظفيها. الأزمة ليست قطاعية، إنها أزمة فقد معها الجهاز الحكومي الخاضع لسلطة الأمر الواقع الميليشياوية القدرة على السيطرة، وعرضت أكثر من 1 مليون موظف في الجهاز الإداري لخطر الجوع نتيجة عدم حصولهم على المرتبات، في ظل معلومات كشف عنها مراقبون تفيد بأن ميزانية الدولة البالغة 13 مليار ونصف المليار تآكلت ولم يتبقى منها سوى 187 مليون دولار فقط. ومع اقتراب وصول كمية النقود المطبوعة حديثا في روسيا، تزداد المخاوف لدى موظفي الجهاز الحكومي في المحافظات التي تخضع لسلطة الميليشيا، مخاوف تبددها تأكيدات الحكومة بأنها ملتزمة بدفع جميع مرتبات الموظفين، لكن تبقى المخاوف مرتبطة بالآليات والتدابير الفنية التي يمكن أن تسهل وصول المرتبات إلى مستحقيها المتعبين جداً.